لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري فري او الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الاول، والنهاردة بنشرح اخر جزء في يونت 1 او الوحدة الاولى. I feel happy او انا اشعر بالسعادة. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا اصحابي هناخد جزء مهم جدا، وهو جزء الميجرمنتس او القياس، وطبعا ده خاص بالماث او بالرياضيات بالحساب يعني. طبعا الميجرمنتس او القياس النهاردة هنتعلم حاجة جديدة، وهي يونت جديدة او وحدة جديدة لقياس اللينث او لقياس الطول، واسمها المليمترز. المليمترز او المليمتر هي اصغر وحدة ممكن نقيس بيها طول الحاجات، لدرجة ان السنتيمتر السنتي الواحد اللي هو على الرولر دي او على المسطرة دي اصحابي في 10 مليمترز، في 10 مليمترز، يعني كل سنتي جواه 10 مليمترز. لما تبص على الرولر او على المسطرة هتلاقي ان كل سنتي موجود جواه 10 شرط صغيرين كده، الشرطة الواحدة من دول اسمها مليمتر او مليمتر، فهو دي اصغر وحدة بنقيس بيها الاطوال او اللينثس عن طريق استخدام الرولر او المسطرة. فالنهاردة عايزين نتعرف على المليمتر اكتر، ونعرف ازاي ممكن نستخدمه in measuring او في قياس اللينثس او الاطوال المختلفة. فهنا بيقول لنا اصحابي math او الرياضيات measurements او القياسات، وطبعا بيزي بي بتقول لنا هنا how long ما طول is it. هو لما بنتكلم على اي حاجة وانا احب اسألك طولها قد ايه، الحاجة دي طولها قد ايه، فبقول لك how long is it، يعني ما طولها، طولها قد ايه. فهنا بيزي بي بتقول لنا listen استمع، read اقرأ، and complete واكمل. listen read and complete. millimeters centimeters، millimeters المليمترات، centimeters السنتيمترات. فهنا بيزي بي بتقول لنا there are 10 millimeters in a، طبعا احنا لسه بنقول من شوية في 10 مليمتر في 10 مليمتر في كل سنتيمتر، فالمفروض ان هي لما تسألنا وتقول لنا there are 10 millimeters in a، فهنكتب هنا ايه يا اصحابي؟ شاطرين، سنتيمتر، يبقى كل سنتيمتر جواه 10 مليمترز، يبقى there are 10 millimeters in a centimeter. طب في النقطة الثانية بتقول لنا I am 127.4 centimeter tall، أنا طولي 127 سنتيمتر واربعة من عشرة. البوينت دي اسمها العلامة العشرية، اللي بيجي بعد منها جزء من السنتيمترات من السنتيمتر. هي بتقول لك انا طولي 127.4 سنتيمتر طول، فالمفروض ان هي طولها 127 سنتي واربعة من عشرة. فالمفروض هنقولها ازاي لو احنا بنقول بقى كل بقى مثلا القياس بشكل مفصل، فهتقول I am 127 سنتيمترز، انا طولي 127 سنتيمتر، and 4 مليمترز، هنكتب هنا مليمترز مش 4 من عشرة سنتيمتر، يبقى 4 مليمترز يعني
يبقى مرة تانية. I am 127 centimeters and 4 millimeters tall. كده احنا كتبناها بشكل مفصل، قلنا السنتيمترز لوحدهم والمليمترز لوحدهم كمان. طب في الاكسرسايز التاني او المثال التاني بيقول لنا هنا، بتقول لنا هنا بيزي بي لوك انظر ريد اقرأ and measure، measure وقيس. لوك انظر ريد اقرأ and measure. فهنا في الهاند او كف اليد بتاع شخص من الاشخاص بيقول لك الثمب، الثمب او الابهام بتاع كف اليد الصباع ده اسمه الثمب او الابهام، طوله 4.2 سنتيمتر، 4.2 من 10 سنتيمتر، 4.2 سنتيمتر. ومكتوب تحت الصورة This is my hand، This is my hand، هذه يدي. My finger is 5.4 سنتيمترز، الصباع بتاعي طوله 5.4 من 10 سنتيمتر. And my thumb، والإبهام بتاعي is 4.2 سنتيمترز، والإبهام بتاعي طوله 4.2 من 10 سنتيمترز. يبقى مرة تانية، This is my hand، My finger is 5.4 سنتيمترز، And my thumb is 4.2 سنتيمترز. طب احنا دلوقتي عرفنا ان هو بيتكلم عن طول الصوابع بتاعته in his hand او في يده، كمان طول الثمب او الابهام طوله قد ايه. طب بيزي بي في نمبر 3 بتقول لنا بقى المرة دي draw ارسم your hand، يدك، and complete، واكمل the measurements، the measurements القياسات. خلاص احنا دلوقتي عرفنا ازاي بقى نفرق بين السنتيمتر والمليمتر، وازاي كمان ممكن نكتب الميجرمنتس او القياسات بشكل سليم. فاحنا هنرسم هنا ايدينا يا اصحابي، ومثلا لو رسمنا ايدينا وبعدين هنيجي بقى نعمل كومبليت او نكمل الميجرمنتس او القياسات في النقط اللي موجودة تحت الصورة. فهي مثلا لما تسألنا وتقول لنا This is my hand، هذه يدي. My finger is، صباعي طوله كم سنتيمتر، هنقول مثلا 5.5 سنتيمترز، 5.5 سنتيمترز يعني 5.5 من 10 سنتيمتر. and my thumb، وطول الابهام بتاعي is مثلا 4.7 سنتيمترز، 4.7 سنتيمترز. طبعا يا اصحابي كل واحد هنا هيرسم ايده، بعد ما نرسم ايدينا بالشكل ده هنروح قايسين طول الصباع العادي طبعا، وبعدين كمان هنقيس طول الثمب او الابهام، وهنكتب الميجرمنتس او القياسات بتاعتهم هنا. وهنروح لاخر جزء في يونت 1 والاكسرسايز الجميل ده. طبعا الاكسرسايز ده جميل جدا، في شيء من التفكير كده، وفي نفس الوقت بيمرنا ازاي نعرف نكون الكلمات المختلفة حتى لو كان قدامنا حروف كتيرة. فهنا بيزي بي بتقول لنا look انظر at the pictures على الصور and circle وضع دائرة the correct words حول الكلمات الصحيحة for a healthy lifestyle، for a healthy lifestyle لأسلوب الحياة الصحي. ومدينا هنا أصحابي مجموعة من الصور، كل صورة جنبها رقم، فنمبر 1 واحد ماشي، نمبر 2 جنبها ازازة مية، نمبر 3 جنبها واحد بياكل، نمبر 4 جنبها واحد نايم، نمبر 5 جنبها كورة، نمبر 6 جنبها حد واقف على باب البيت، نمبر 7 جنبها بعض الأدوات الرياضية. وبيقول لنا هنا نمبر 1 هو عمل لنا سيركل حوالين الحروف بتاعتها، وقال لنا نمبر 1 دي معناها ووك، ووك يعني يمشي، صح ده كلامه صح. طب نمبر 2 جنبها ازازة مية، يعني ايه اصحابي؟ يعني ووتر، من الهيلثي لايف ستايل ان احنا نشرب مية. نشرب مية يعني ايه اصحابي؟ نشرب مية يعني drink water، drink water. تعالوا ندور كده على drink water مع بعض. طبعا ناخد كل رو وندور عليه مع بعض كده، drink water.
شاطرين اهي drink water drinkwater يبقى هنا نعمل سيركل حوالين drink water كده دي نمبر 2. طب نمبر 3 حد بياكل يا اما فروتس يا اما vegetables بياكل فاكهة او خضار تعالوا ندور eat fruits او eat vegetables وندور عليها علشان نعمل حواليها سيركل تعالوا نشوف كده مع بعض طرين يا أصحابي هي هي قدامنا eat good food eat good food أو تأكل طعام جيد نحن نأكل طعام صحي متضمن vegetables أو متضمن fruits فeat E-A-T good G-O-O-D food F-O-O-D يبقى كده احنا عملنا حواليها circle زي ما احنا شايفين قدامنا طب تالت حاجة حد نايم نايم يعني sleep أو sleeping تعالوا ندور على sleep أو sleeping كده يا أصحابي شاطرين sleep أهي موجودة sleep S-L-E-E-P sleep sleep يعني أنام طبعا من الـ healthy lifestyle إن احنا ننام كويس أدي sleep أدي sleep طب رابع حاجة فيها بول أو football طبعا كرة القدم تعالوا ندور بقى على بول أو football أو sport شاطرين يا أصحابي play football play football أو لعب كرة القدم نعمل حواليها circle play P-L-A-Y foot F-O-O-T ball B-A-L-L لعب كرة القدم طب نمبر 6 فيها حد واقف على باب البيت تقريبا بيتشمس أو واقف في الهواء تعالوا نشوف يبقى يخرج برا او يتشمس يعني go outside go outside اللي هي اهي G-O outside O-U-T-S-I-D-E واخر حاجة لعب التمارين الرياضية لعب التمارين الرياضية يعني ايه يا اصحابي يعني exercises اهي زي ما احنا شايفين قدامنا E-X-E-R-C-I-S-E وبكده نكون حلينا المثال ده انا عارف ان هو كان مثال مش سهل صعب شوية بس جميل بيخلينا نفكر ونشغل دماغنا وبكده نكون انهينا يونت 1 وانهينا معاها درس النهاردة ان شاء الله المرة الجاية هناخد يونت 2 What is the matter؟ What is the matter؟ ما المشكلة؟ ما الأمر؟ لما يبقى فيه مشكلة وحد واقع فيها أو إحنا بنسأل حد إيه المشكلة اللي هو فيها فبنقول له What is the matter؟ What is the matter؟ يعني ما المشكلة؟ إن شاء الله ناخدها المرة الجاية أتمنى إن أنت تكون استفدت من درس النهاردة لو عجبك الدرس أعمل لايك أتمنى ألاقي 1000 استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته